لا تنسى اشترك الآن. مثال جميل يعني وطيب يعني على اثارنا وتاريخنا والتريزور تاعنا، الكنوز تاعنا اللي راها تستباح عادي. شوف هذه الرسمه، هذه كان واحد بنت له باغي يقلعها عادي نورمال، دارها مشروع باش يقلعها بالك باش يبيعها. شحال يتباعوا هذا؟ والله كاين البلد تقدير والله ما نعرف بصح تكون غاليه الاف دولارات. لو الاوروبيين والكوري يقدروا هذه الامور صوف التاريخيه القديمه، كما قال لك زاكي هذه راح تكون 9000 عام ولا تكون غاليه باش تحط في متحف صاحبي ولا اخر. هو ماشي شرط تحط في متحف، كاين اللي عندهم يعني هو تجمع الاثار. كاين واحد حطها غير في داره بالك ياك زاكي، حطها غير في داره يخسر عليها ملايين وحطها في داره. بصح راك تشوف حنا درك هذه فلان بيبليك كما يقولوا عند الاخر وراه كان ينقب تصدير بلايص اللي بعاد ودارقين كي راسالي اليوم. حنا على غالب حنا قلنا زكي قبيل، حنا ازمه هذا سوء حظ هذه المنطقه التاريخيه المميزه انها طاحت في جيل لا يقدر قيمتها. يكون في علمك كاين واحد مستثمر قال لهم سعد مثلا الرجل تاع خير نعطيكم باش ديروه جدار، دركم لوتوريزاسيون ما كانش رانا هادو لا غير ترخيص باش يدير الجدار. الصدير ماشي غير الجيل الزاخرين، هو جيل لا يقدر، حتى جيل المسؤولين وجيل السياسه تاع الدوله ما راحش عندها هذا الوقت باش يخمم لك في الحجر وفي الرسومات. ديجا ما اعطيهاش قيمه، اولويات كما نقول. هو الجيل هذا تاع مسؤولين اسمح لي، جيل تاع مسؤولين وجيل تاع دوله وسلطه ما يعطيش قيمه للانسان، فما بالك انه يقدر قيمه الحجر والرسومات والحجر. للاسف شديد. ولا لا 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 المجرى تاعها كان كيما هاك بلاستيك. واش هو؟ هذا الواد، هذا واه باش راه السيد مهندسين هنا راسم هنا صادر. هذا ممكن كان فيه الماء في ليبوك نتاعهم، كان الجو، كان الجو شباب، كان الجو رطب، كانت فيه امطار وكانت فيه جرايان تاع ماء. واه تشوف قطيع من الثيران فايت من لهي، الغزال فايت من هاك، الزرافه من لهي ماشى. هذا الرمله احتمال كبير ما كانتش كاينه، احتمال كبير جدا الرمله ما كانتش كاينه، خاطر الرمله اثر تاع تصحر جنب بعد. احتمال كبير انها كانت كاينه بحيره، كاين الماء، كانت كاينه بحيره. السبخه اللي كنا نقولوا السبخه كانت كاينه بحيره، احتمال كبير، احتمال كبير انه كانت كاينه بحيره. كان عايش سؤال مطروح، على كان عايش في الكهف وين كان عايش؟ الوقت الحجري كان يعيشوا في الكهوف وكانوا يبنوا ديار. يجيك واحد يقول لك واش كان كاين؟ ها؟ لما تقول احتمال وكان يجيك واحد علم اخر واحد عنده ويقول لك اكزاكت واش كان كاين؟ نيشان واش كان كاين؟ يقدر يعدي لك ايماج ديك الصوره. كاين علم الحفريات ها؟ خاص يجوا علم الاثار، خاص يجوا علم الاثار، خاص حنا، خاص اجيال واحده اخرى تجي. انا شويه متشائم، يخص كيف اليتيم والارامل. قال لك خاصك خاطر انا نعذر الجمعيات هذو المساكين، هذو زوج اللي واقفين هنا، الناس العمل التطوعي والجمعوي نعذرهم، ما يعياو يديروا لي زيفور، ما يعياو يديروا يبدلوا مجهودات، ما يعياو يتعبوا. عندهم حيطان يضربوا فيهم، يضربوا في حيطان تاع المسؤولين. ها راه قال كلمه، كاين متطوع انسان باغي يصرف مال ويدير جدار خايف على هاد الاثار وما كاش صنت له، ما يقدر يدير والو. لانه شوف مشروع باش تحمي هاد الاثار راه مشروع كبير بزاف، دول بالك تصرف فيه دراهم. انت ما كاينش اهتمام من الدوله والمسؤولين بالجانب السياحي، ما تشوفوش فيه استثمار، ما تشوفوا فيه اصلا ثروه، ما عندهمش الوقت لهاد الصوالح. الجمعيات مسكينه اقل شيء ديرها انا تحسيس نجو كيما تحويسه ونهضروا على ما عدد كبير. معناها كان تجمع كبير هنا ما قبل، ممكن جدا تجمع كبير بزاف، تجمع كبير ثاني كان على مدار مدة طويلة كان تواجد إنساني مترادف، لأنه يعني منطقة باين بلي كانت منطقة خصبة وحية تاع حياة، متواجد فيها الماء ومتواجد فيها الحيوانات تاع الصيد، متواجد بالك فيها نباتات وفيها أشجار، كان منطقة خصبة للعيش، كانت أجيال وراء أجيال عايشة، سي نورمال تلقى الرسومات. كلام كويس صافا، فكرة أنه مملكة كانت هنا ممالك، احنا الاشكاليه انه في الجنوب، هذا جنوب الجزائري نهضروا على الجنوب، ما كانش اثار تاع ممالك بالمعنى، بمعنى زعما الكينغدم حضارات، ما عندناش الحضارات، عندنا اقصى شيء عندنا القصور، القصور غير حديثه نسبيا، بصح الاثار تاع ما قبل التاريخ، الاثار تاع الوقت الحجري كاينه.
وقت الحاجة تاع الآثار قول على 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 الكثافة السكانية، معناها الكثافة السكانية باش تعيش في 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 منطقة معينة لازمها نظام معين بالعيش. واه واه نظام، واه نظام، كان نظام ونظام قبلي، وبالك كانت قرى، قرى في العهد الحجري كانت دواور كما نقولوا، تلقاهم كاينين هنا في تغيط، كاينين كراكير تاع القبور، وكاين بالك آثار تاع التجمعات السكنية، بصح ما كانش ما كانش ديك الفهم لك تشوف بالك تخيل هذه هو صح. قول لنا على هذه الصور وكذا. لا العصر الحجري كان عصر تاع التجمعات السكنية، تكون تجمعات كبيرة، بصح كاين حاجة بالك راني غلط فيها، مفهوم الحضارة في العصر الحجري كاين، كاين مفهوم الحضارة، يقول الحضارة القبسية، حضارة الحضارة الحضارة الوهرانية. حضارة واش معنى حضارة في العصر الحجري؟ هو هو صناعة صناعة الأسلحة من الحجر، صناعة رؤوس السهم من الحجر الصوان هذا ولا هذيك تسمى حضارة، صارت تقنية. بصح حضارة فيها قصور وفيها صوالح ما كايناش عندنا هنا، ما كانش، وكان كانت كاينة وكانت تبان. الوحيدة اللي راه عندنا حنا هي القصور تاع تاع الصحراء تاع الطين، وهي حديثة نسبيا. لا تنسى اشترك الآن.